قام فريق عمل من وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بزياره تفقديه الى عدد من منازل المواطنين في منطقه اللوزي للاطمئنان على اوضاع المنازل وحصر الاضرار عقب الامطار التي هطلت على المملكه. وتم خلال الزياره حصر الاضرار التي تسببت بها الامطار وتقييمها لاتخاذ الاجراءات اللازمه. واشار الفريق الى ان هذه الزيارات ستستمر حتى الانتهاء من حصر جميع الاضرار من جانبهم تقدم المواطنون بخالص الشكر والتقدير الى سمو العهد رئيس مجلس الوزراء على امر سموه بوضع حلول مستدامه للبنى التحتيه في المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الامطار واهتمام سموه بكل ما يتعلق بالمواطنين